كنا مشاهدينا من جديد، ودائما بنقول الإرادة تصنع المستحيل. يعني أكيد ما في شيء صعب بالحياة لما نحن بيكون عندنا هدف بحياتنا، هدف بنرسم لإله، حتى ممكن يكون بعمر صغير ويكبر معنا هذا الحلم. اليوم رح يكون معنا بالاستديو موهبة، هيدي الموهبة بالإرادة قدرت تكسر كل قيود المرض، وبالألوان رسمت عالم واسع، عربت عن ذاتها وأحلامها. بدنا نرحب بالاستوديو بآية خدوج الموهوبة بالرسم والمحترفة بالإرادة والأمل، اللي رح تحكي لنا قصة اليوم بنتاجها الفني وعالمها مع عالم الألوان والرسم. يسعد صباحك آية. صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا آية. صباح النور. يعني آية، اليوم بدنا نحكي عنك أنت، وأنت رح تعرفين عن حالك أكثر، فخبرينا مين آية. أنا آية خدوج، عمري 17، بحب الرسم كتير، بعبر عن المشاعر اللي جواتي من خلال الرسم، وبنت القوية المعروفة. حلو. أكيد. يعني هذا الشيء آية أنت عم تقولي بتعبر، يعني نحن الرسم يمكن هو يكون اليوم فرصة، أي حدا يمكن عندنا بالحياة بيعبر عن مشاعره، عن حياته بشي بيحبه، فأنت حبيت الرسم. يعني أنت حسيتي يعني أنه أنت مع عالم الرسم؟ يعني من امتى بلشتي ترسمي؟ من بعد ما تركت المدرسه، من شي 4 سنين، ب 2018. لما تركت المدرسه صرت طول الوقت قاعده بالبيت، فحسيت انه انا عندي هالهوايه وحبيت نميها شوي شوي. آية، عرفتي عن حالك البنت القويه المعروفه. كثير من الاشخاص هن اصحاء، انما ما قادرين يعرفوا هن شو بدهم، او يعبروا عن حالهم، او حتى يطوروا حالهم. يوم آية لما بتقولي عن حالك انه انا البنت القوية بإرادة بالأمل، اللي انت نموذج لكثير من الأشخاص، يمكن بعد ما يحضروا هذا اللقاء رح يكون عندهم هذا الدافع وهيدي القوة أكثر منك آية. خبرينا عنك أكثر، عن حالتك آية، كيف تخبرينا عنها؟ هلا حالتي أنا بحس حالي مثلي مثل أي حدا عادي، يعني ما بعتبر حالي إني مريضة، لا بالعكس بحس حالي إنه أنا مثل أي حدا، شخص عادي ما أنا مريض أبدا. ما هلأ يمكن نحن إذا بدنا نعتبره بحد ذاته، يمكن مع المرض يعني لما ما بس ممكن يعني يكون بالجسد، أو ممكن نحن نحس حالنا أنه عاجزين عن فعل أي شيء، إلا إذا نحن وقفنا عن الإبداع وعن الإرادة. هون لا، منقول نحن خلص أنه عجزنا بحياتنا، ما قدرنا نستمر، ما قدرنا نكمل. فالإرادة كيف كونتيها أنت آية؟ الإرادة لما ما اهتمت لأي شخص مثلا حكاني حكي سلبي، تتجاهلي الطنشي، يعني ما تسمعي كلام حدا سلبي، تتجاهل أي حدا أو أي نظرة أو أي كلام سلبي، فهذا الشيء خلاني أني أقوى ويصير عندي هاي الإرادة. حلو. وقويتي اللي حواليك، يمكن لما شافوك يا آية بهيدي القوة. صح. حتى في هيك نحن دائما بنقول عبارات هي بتعطينا هيدا القوة، فآية كتبت هي بإيدها أنه المستحيل بقاموس الضعفاء فقط. صح. لما كتبتي هيدي العبارة يعني أنت وجهتيها لكل الأشخاص السلبيين أنه أنت قوية. صح. أنت قادرة بإرادتك وبقوتك وبفكرك. لا، الإعاقة دائما هي بتكون. صح. إعاقة الفكر. تماما. أكيد أي إعاقة نحن قادرين نتجاوزها شو ما كانت، إنما للأسف الأشخاص اللي هن ما قادرين يفكروا بطريقة صحيحة، اللي بينقلوا هيدي الشغلات السلبية للحواليهم، هدول بنقول عنهم نحن سلبيين، خلينا ما رح نقول شيء ثاني. فقال أنت لما كتبتي هيدي العبارة، وأكيد يعني في عبارات كتيرة أنت بتقويكي، بس إنه هيدي تحديدا معناها كتير كبير، هن 3-4 كلمات ولكن خلفها بتحمل كتير معنى كبير. صحيح. فخبريني عن هيدي العبارة تحديدا لما كتبتيها أنت، شو كانت حالتك؟ هلأ حالتي أنا كان صايرة معي قصة، كنت عند حدا من رفقاتي، فأنا وقتها كنت كتير زعلانة ومقهورة، فقلت له لرفقتي إنه أنا برسم وبعبر عن مشاعري بالرسم أكتر، ورجيتها كم رسمة إنه تعبير عن حالتي، كم كتابة من خاطر الكاتب تاني. وقتها قالت لي إنه بحس هدول أنا مريضين نفسيا، فمن وقتها لما قالت لي هالكلمة حطيت ببالي إنه أنا رح أوصل للشي اللي بدي إياه. بالفعل أنا وصلت للشي اللي بدي إياه، وما اهتمت كلامه، والحمد لله وصلت. حلو كتير آية، يعني كتير مهم هذا الكلام، يعني سواء لأي شخص عندنا بالحياة ممكن هو يستسلم فعلا، ما يهتم أبدا للحواليه، يعني للناس السلبيين أو حتى للتنمر أو حتى لأي كلمة ممكن تضافه. دائما نحن بإرادتنا ممكن نكون أكيد أقوياء. لهيك آية أنت لما
بترسمي لما بتعبري، يعني شو أكتر شيء ممكن ترسمي؟ يعني شو لوحاتك تاخد أي طابع؟ طابع عني أنا رسم التعبير بالألوان. بالألوان؟ والماندالا. شو بتعني لك الألوان آية؟ الحياة الخيالية بالنسبة لي. الحياة؟ يعني بترسمي الحياة من خلال ألوانك. شو الرسومات اللي رسمتيها؟ يعني آية اليوم أنت بتحطي ورقة أو لوحة قدامك ومجموعة ألوان، لما ببلشي تضربي بالشاشة شفنا عم نشوف على الشاشة أنا هلأ، يعني أنا عم بحكي شفت الرسمة هيك وقفت، شيء كتير حلو عم شوف نحن هلأ بالأبيض والأسود هيدي بالفحم معبر يمكن مها إذا بقلم الحبر. بقلم الحبر حبر. آية يعني موهبة جدا جدا حلوة وكتير فيها دقة وفيها، يعني أنا بصراحة كتير مبسوطة أنه بهيدي الرسمات اللي موجودة. آية خبريني يعني كيف تعلمتي لحالك أنت أو حدا كان مشرف عليك؟ هلأ بداية لحالي، بس بالفحم وبالتظليل كنت عم أخذ دورات رسم. هاي الصورة اللي نحن هلأ عم نشوفها، معلش لفتت لنا نظرنا. صحيح. احكي لنا عنها، يعني هون شو كان قصدك بهي اللوحة؟ هلأ هون كان قصدي بهي اللوحة إنه دائما الشيء الداخلي غير الخارج، يعني شخصيتك من الداخل غير الخارج. تماما، إنه مثل يعني خلينا نقول رحنا كشف القناع. تماما صحيح. بلشتي بهيدي المبادئ بالحبر، بعدين هلا لوين وصلتي؟ فينك تقولي للمائي. 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 اي اصعب يعني اي لقيتي في صعوبه لما بلشتي انت بالمائي؟ بده دقه اكثر، في الوان بدك تعبري اكثر بالالوان. المائي كان اصعب لانه بده تركيز كثير قوي، واي غلطه بتخرب الرسمه كليا. تماما. بتتوجهي لرسومات تانية آية؟ هلأ نحن عم نشوف فضاء، عم نشوف ممكن هلأ يمكن لوحات معنا رح نعرضها غير اللي عم نشوفها نحن على الهواء. فآية خلينا نحكي أكثر عن رسوماتك بالحياة، يعني إنه توجهتي كمان للطبيعة كمان للألوان، أكيد كل شيء بالحياة بيعني لك إلك هيك بشي بذاتك. كيف دائما بتجسدي خلينا نقول مشاعرك على ارض الواقع بحياتك؟ ممكن كمان لوحاتك تعكس على نفسيتك؟ تعكس على نفسيتي. كيف يعني؟ اكيد ممكن تحسي بالسعاده، ممكن اذا كنتي حزينه ترسمي. هلا انا مجرد ما اكون تعبانه او مزعوجه من شغله بعبر عن مشاعري بالرسم فورا، فوريا برتاح. آية يعني الطابع اللي عم نشوفه هلا انه هو الانثى، انت عم تعبري عن الانثى بمعظم اللوحات اللي هلا شفناها، شو بتعني لك؟ يعني انت لما تبلشي ترسمي وجه انثى او شيء له علاقه بالانثى، شو قصدك؟ شو الرساله اللي حابه توصليها من هيدي الرسومات؟ انه دائما البنت بتكون حساسه كثير، فحابه اوجه رساله لكل بنت وحتى لكل حدا مثلي انا، انه ما تهتمي ابدا، خلي عندك ثقه بحالك وحبي حالك وخليكي دائما قويه، هذا الشيء كثير حلو. عالمك الخاص بالرسم، يعني احنا بنعرف لما حدا بده يرسم بده يكون عنده هذا الجو الهادئ، يعني هيك جو خاص فيه، ما حدا يقرب، ما حدا يحكي، انه الافكار هيك براسك بدك تترجميها انت بالرسم على هيدي اللوحه البيضاء اللي قدامك. جو آية اللي بتعملي لحالك لما تبلشي ترسمي؟ الجو بكون قاعده لحالي بالغرفه، احيانا بكون قاعده على البرندة مثلا، بحب انه دائما احط اغاني وبلش بالرسم فورا، وطبعا بحب ضل لحالي. تماما. اليوم آية يعني نحن احلامنا كثيرة، وبعض الاحلام ممكن انه هي سهلة انها تتحقق او بارادتنا ممكن نحققها، بعض الاحلام يبقى حلم. شو حتكون هي احلامك القادمة؟ انه اصير مشهورة. اي ليش لا؟ يعني كيف الشهر. طيب كيف رح تشتغلي على حالك آية؟ ممكن انت ترسمي بشكل أوسع، ممكن بلوحات تانية؟ ممكن مثلا لما صير بلش ارسم بالذاتي فيني اعمل لوحات، اعمل معارض. خلينا نحكي عن لوحاتك آية. هلا هلا قطعت لوحة كمان ما بعرف فيها رسمة او شيء وغريبة. معلين نرجع لهيدي اللوحة آية. شو انا بعمل مكياج سينمائي. في مواهب تانية غير الرسم كمان، هذا مكياج سينمائي، هي انت آية عاملة على حالك؟ طبعا هذا تعلمته لحالي انا. لحالك انت؟ لحالي. بدو ادوات؟ عن جد حلو يعني احنا فكرناها رسمة بالاول، بس انا توقعت انه تكون رسمة دقة. تمام. هون شو؟
هذا عن الشيء الداخلي أنا. هلا أنا بما إنه معي جنب بظهري فحبيت أعبر عن هيدي الرسمة الجانب الثاني اللي إلي، الجانب اليمين اللي إلي، إنه أنا حلوة كيف ما كنت. أكيد. أنا كمان شو خطر لك المكياج السينمائي؟ بصراحة الملل. القعدة بالبيت. القعدة بالبيت يعني ممكن يخطر لك هيك خواطر بتحبيها ترسميها تعمليها؟ بدها مواد يمكن، شو مواد المكياج السينمائي يعني؟ هلا يمكن هو بيختلف أكيد عن الرسم لما بترسمي شيء على الوجوه. هلا أنا بعمل أدوات بالبيت، بجيب فازلين بحط له شوية ألوان لحتى يطلع دم اصطناعي، أو أحيانا بالزيت الحلو. وبحط له كمان شوية ألوان بيطلع دم اصطناعي بس سائل. بتطبقيه؟ بتطبقه على وشي. وطلع يعني طلع فعلا انه هو ظابط تماما يعني، مثل ما تابعنا هلا وعم نرجع نتابع اللوحات. يعني شفنا كمان شيء له علاقه بكوكب ونجوم وهيك. شو بيخطر لك يعني لما بترسمي انت هيك شيء؟ هي اكيد ورا كل لوحه مثل ما قلتي هي في رساله ايه. صح. رساله يمكن لمجتمع، رساله لاشخاص، رساله لناس، انت سواء كانت يعني شيء انت عم تعبري عن حالك او انت حابه توصلي شيء مو بالكلمات بالرسم، كل حدا بقى بيفهم هو بطريقته. فهيدي الرسمه انت شو خطر لك لحتى يعني تحطيها هيك وتكون من ضمن رسوماتك الموجوده؟ هو انا حدا كثير بحب الليل وبحب علم الفلك كثير. علم الفلك؟ والابراج وهالقصص؟ صح. عندك اطلاع يعني؟ ما كثير بس انه بحبه. بتحبي تبحثي؟ وانا هو لانه اخي توفى بعمر صغير وانا كنت صغيره فهذا الشيء اثر فيني، فمن لما كنت صغيره امي تقول لي انه اخوك طلع على الجنه وهيك، فهذا كمان اثر فيني انه صرت ارسم عن السماء وهيك، الفضاء، السماء، العالم الاخر. ايه اليوم مثل ما نحن عم نحكي الموضوع هو ابدا يعني ما بيتعلق باي ممكن يكون مشكله، ممكن نحن ماها دائما هي نحن بنذكرها، ذكرنا انه المشكله هي بالتفكير بالعقل وبالابداع، يعني هي مشكله حقيقية فعلا. فاليوم رسالتك لكل حدا استسلم آية، لكل حدا هو عنده موهبة عنده شغف بس ما قادر هو انه يستمر، ما عنده هالإرادة ما عنده هالتصميم، خلينا نقول انه انت قدوة اليوم، مثال آية لكل شخص خلينا نقول مستسلم. هلأ لا، الاستسلام شيء ما لازم يكون بأي شخص. كيف لازم يبدو اذا مثلا خلينا ناخد السر منك، مفتاح القوة الإرادة، أول خطوة لازم يعملها بحياته؟ أول شغلة إنه يحب حاله. حلو. ويحب نفسه كتير. وثاني شغلة كمان هيدي مهمة بالنسبة لإلي. شو هي؟ إنه كلام الناس، إنه كلام الناس هو بيأثر على الشخص. يحب حاله وما يسمع حدا ما يسمع. سلبي يتجاهل. تماما. آية أنت قلتي كمان بتكتبي خواطر، في شيء ببالك هلا حابة تقولي؟ تفضلي. أحب أن أطير كبقية الفراشات. أحب أن أطير. نسيتي ولا يهمك. أحب أن أطير كبقية الفراشات، أحب يا بعتذر. هلأ يعني نحن شفنا هيدي الكتابة أنت اللي قلتيها أنه المستحيل في قاموس الضعفاء فقط، يعني هيدي من كتاباتك أنت، أو خلينا نقول هي عبارة أنت بتقويكي. إنما في كتابات أكيد كتير أنه بتخطر لك. هلأ مستحضرتك الذاكرة آية أكيد يعني شوي الكاميرات. صحيح. بتلبك. إنما يعني بتمنى لك كل التوفيق يا آية، ونحن كتير انبسطنا بوجودك معنا اليوم، تعرفنا عليكي، تعرفنا على هيدا الإبداع اللي قدمتيه من خلال لوحاتك، يعني وأنت قدوة ومثال للإرادة والأمل لكثير من الأشخاص اللي مثل ما قلنا هنن يمكن عندهم شيء انما ما قادرين، يعني ما قادرين يبلشوا وما قادرين يعملوا شيء بحياتهم. آية بهيدا العمر وبحالتها لآية قدرت تعمل كثار يعني اصحاء ما قدروا يعملوا، فكل التوفيق لك يا آية، وناطرينك يعني دائما هيك بلوحات جديده وتتطوري اكثر بالرسم وتوصلي وتحققي كل احلامك ان شاء الله. شكرا لك آية بكل جديد، وفعلا نحن بنتشكرك يعني بنشكر كل هيدا الدافع الايجابي والطاقه الايجابيه اللي ممكن انت تعطيها لغيرك، يعني تخيلي انه انت عم تقدمي للاخرين وكثير. شكرا كثير لك آية وبالتوفيق، وننتظرك يعني بلوحات جديده، وان شاء الله يا رب نشوفك مشهوره مثل ما بتحلمي ان شاء الله. شكرا كثير بالتوفيق آية. شكرا لك. شكرا آية.